بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرشد العقول إلى توحيده وهداها توحيدها سببا للنجاة. إله رفع السماء بغير عمد وبحسن الإتقان بناها، وبسط الأرض على الماء بحكمته ودحاها، وجعل الكعبة البيت الحرام أشرفها بقعة وأعظمها رفعة وأكثرها بركة وجاها، وزمزم فيها مزمزم الشوق عند زمزم ومن رائق زلاله سقاها، وألبسها خلع التكريم عند الحطيم فحط عنها كل ذنب عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله جاء في الحقائق الكبرى لابن عساكر قال: قال عمر لكعب الأحبار: خبرنا عن فضائل النبي قبل مولده. قال: نعم يا أمير المؤمنين، قرأت أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وجد صخرا مكتوبا عليه أربعة أسطر. الأول: أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. الثاني: أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسولي، طوبى لمن آمن به واتبعه. الثالث: إني أنا الله لا إله إلا أنا من اعتصم بي نجا. الرابع: إني أنا الله لا إله إلا أنا الحرم لي والكعبة بيتي، ومن دخل بيتي أمن من عذابي. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الذي قال: هذا البيت دعامة الإسلام، من يخرج من بيته في طلب هذا البيت من حاج أو معتمرين كان مضمونا على الله تعالى أن يدخله الجنة. ثم أما بعد، أيها الناس، يقول الجليل جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. روى البخاري أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس في الأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قال أبو ذر: ثم أي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40، ربما تكون 40 سنة. أيها المؤمنون، تتجه أنظار المسلمين في هذه الأيام إلى الكعبة المشرفة، فسبحان من شرف الكعبة البيت الحرام وخصها بالإجلال والإعظام، وأصفاها وجعلها حما مباحا لمن قام حول حماها، وحرما آمنا لمن دخل إليها، وهي التي هاجر منها الحبيب وما هجرها وما قالها، ومن قلب قلبه لسواها حتى أنزل الله عليه في آيات سامعها وتلاها: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس هي الكعبة، وهي أول بيت وضع على الأرض، والبيت المعمور أول بيت في السماء الذي أقسم الله به، قال: والبيت المعمور والسقف المرفوع. فبين الأرض والسماء تشابه، فكل وضع لعبادة الله، وكل منهما يطوف الخلائق حوله، تطوف الملائكة حول البيت المعمور، ويطوف المؤمنون حول البيت الحرام، والبيت المعمور بإزاء البيت الحرام. وجاء في الأثر أنه لما غمر الصيل المسجد الحرام طاف الناس حوله سابحين وراكبين فلكا صغيرة، إنه أحب بقاع الأرض لله
لذلك جعله الله مثابة للناس وأمنا، وما حوله حرما آمنا، وجعل الأفئدة تهوي إليه، والقلوب تشتاق لزيارته، والأرواح تهفو إلى ساحته تحقيقا لدعوة أبي الأنبياء. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. قال كعب الأحبار: كان البيت غثاء على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين عاما، ومنه دحيت الأرض، فهو أول بناء على وجه الأرض بنته الملائكة. وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: وضع الله البيت على أركان الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألف عام، ثم دحيت الأرض من تحت البيت، ولما أهبط آدم من الجنة وجد البيت ولقيته الملائكة فقالوا: يا آدم بر حجك، لقد حججنا البيت قبلك بألفي عام. قال: فما كنتم تقولون؟ قالوا: كنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكان آدم يقول في طوافه: ثم يقول اللهم اجعل لهذا البيت عمارا من ذريتي، فأوحى الله إليه: إني معمر بيتي من ذريتك بنبي اسمه إبراهيم، اتخذته خليلا، وإني لأقضي على يده عمارته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف أنفعه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم أختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصلب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفيك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا، وإلى رضوانك معادنا. لما ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة. لما خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأحبابنا من النار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له الحقوق علينا، واحفظ أولادنا وأولاد المسلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.